مريضة قيسك أو قيسك أو قيسك أو كاو كاو حكو فاجي يا قولولاتي شوفنا تاني لا فامية شير مصوتي معناها بوطي مقعد هنا مدير صغار مدير دار 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 خلها سيري نكبال هبال لا كازادي بابل ماينا 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 او قولوا لي انا هبلت وعقلي طارت ودليا ماينا 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 او قولوا لي فرشت الحلقة وعجبتني قولوا لي ماينا 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 او قولوا لي انا هبلت وعقلي طارت ودليا ماينا 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 قولوا لي فرشت الحلقة وعجبتني وجيك تمام خطك بيدو بايدن بايدن يخلع فيك روح لا ولا روح لا زوجة ما دار والو الحجرة أصلا فايدة له ايه السينما والله لا ولدتها خير ولد بي بي سنة فيما بصح بي ما تقدلهاش خمم راني داير واحد ما في هكا في راسي ايوا شغل زعما واعره شويه انا نحوس نلم فيها نلم فيها الناس اللي يكونوا كونفيونس راك فاهم الناس اللي ما يزعقوش الناس يكونوا نورمال ستادير نورمال الى يكونوا سيريو يا راح داك سي بون غادي نروح انا والنورمال وغادي نلمهم كاع صاي متفاهمين صاي ليك بليت لمها انت ما يلمهاش هو اي صاي وانت ما كترش معاك الهضره وانا راني في ليكيب انا شكون قال لك في كيتان ها قلت دخلوا ليكيب في الحومه في الدوره هماكم ليكيب كاع مقبوله غير انت اللي ما غاديش ندخلك انا راني بالكم انا كرك في الحومه ندخلك معنا خاصني دراع انا خاصني كود مالكم ها دخلونا في لعبكم لايك ازادي بابل واخويا ها هو كيش ما بقات عليهم ايوا مزيه راني رسلت لك على بالي شكون اللي جا عندك نورمال ان نورمال صاي زوج انا رسلت زوج زوج خل ما انا نقدرش بيناتهم يتشابهوا انا رسلت لك هذوك زوج انا راني لميت جماعه راه عندي واحد البروجي ان شاء الله راني باين نخدم فيه وفيه دراهم لونتربريز هذي شنو هذا مصويات ولا تاعش شتها شتها ميلو تخويا انت تبغي الاولى تحفر على الحاجه خليني ندير لافير تاعي من بعد افهم لافير شاب مليحه المهم مليحه لافير شاب انت شبيك دراهم انا واش انا جابني انا جابني انت ها باين بلي دراهم صاحبي انا فليكي خليني ندبر راسي حبس قدام اللي دبر راسك خالك فيها باينه هذيك اللي خالي او لا صايا دي ايفيتي خالك ما نجمش انا خالي ما تنجمش ما نجمش خالي ما كاش فليكيب هذيك نحس هيا كريمو ثاني يطير من ليكيب صايي شكون كريمو كريمو خوك كريمو خويا هذا هو باينه هذي انا خالي ما كاش خوك ما كاش هيا صايي معليش خلي خالك النجمة معليش لايك ازادي بابل وردن لم يفهم السامع ما تريده بالرد ها خافش قول شغل يعني واحد صاحبي غاش تاعي زادي في نهار واحد مالك عندها جدال جدال واه شي هذا شجره ولد وبنت ها الله يبارك زيد وبارك ربي زيدها تالت عاف امرك بويا شنو نفهم شنو نفهم فهمني ازرع حتى البنت فيها وديها وش كاين عاف زوجنا بويا خليتك اخي عقلك هل بغيت نعطيك سؤال هل انت في كامل قواك العقلية؟ لايك ازادي بابل انت ما انا ما خدمتش انت ما زعما دبرت خدمه باش تخدم راك باغي تتزوج وتجيب ولاد تما نخدم لي على خدمه عليك ونخدم على ولادك نوض نوض هذيك انا نوض نوض خدمه ما عرفتش تقول واش انا ما عرفتش ولدي نعرف الشيطان راه بين زوجك لا خدمه لا والو هاوش نخدم عليك ها هاو طيح في روحي انا باغي نخدم عليك ونخدم على ولادك يا ولدي اللي بغي يتزوج يحوس على خدمه يخمم باش يدبر لي لافين تاعه لابي تما الشهريه تما لا كولير يتزوج وانا ما نتزوجش اكولير اكولير مشينا شتي انا قلت له ولا قول ما عندها ما يتزوج وهذا الحساب راه دايرها في راسك والله غادي والله غادي نطيقها انا قبل لاكولا اسمع راه نقول لك اي شوف شوف لاكولا بغا يتزوج صغير عليك راه باغي يسبك والله ما راه فايت هي نظم بالتدريج غادي يقول لك كلمه خمم مليح راسك انت كبير لولادي وانت الرزين خمم غير عقلك خلي تدبر الخدمه وربي يوفقك وانا نخطب لك انا وامك ولاكولا هذاك حسابه وحده اقلع اقلع هذا الحساب من راسك
لا كازا دي بابيل. اخويا كيما عاود عاود احنا تاني والواد خطبت ولا ما جيتش عندي قلت لي ولا ما قلتش لامك احنا راه عندك انا غنفوق طعام وصلاتك الهضره وصلتني الهضره وصلتني شو بويا ايوا عيط لك بوك واه ما علمكش علاش